بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، برحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. مقدميني النهاردة الدوناتس بشكل مختلف النهاردة، وبعجينة مختلفة إن شاء الله النهاردة تشوفوها النهاردة مع بعض، وعاملين أشكال منها وتشكيلة منها كبيرة جدا إن شاء الله تقدروا تشوفوها مع بعض خلال البرنامج. أي أسئلة أو أي استفسارات، رقم التليفون الأرضي اللي قدام حضراتكم ظهر قدامكم على الشاشة 02-38-35-227، او تقدروا تواصلوا برضو من خلال الفيسبوك عندنا، برنامج المطعم، الانستجرام، اليوتيوب، كل الحاجات دي ان شاء الله تقدروا تواصلوا من خلالها. وفي اسئله لو حابين تنزلوا اي تطبيقات او اي حاجه، موجود البيج بتاعتنا على الفيسبوك، بنستقبل اي حاجه وبنبدا ان احنا نعرضها لكم على عندنا على البرنامج. خلينا هنبدا ان شاء الله الحلقه بتاعتنا ونشوف اول حاجه هنبدا نشتغل فيها الدوناتس، وهي الخميره بنعملها الاول، وبعد كده هي العجينة بتبقى بتاعتها مخدومة. يعني ايه مخدومة؟ يعني فيها زبدة، فيها بيض، مظبطة قوي. الحليب هنعجنها بحليب، وبعد كده بنبدأ اللي احنا نعمل لها عملية التخمير زي اللي قدام حضراتكم ديت. عاملين دوناتس اللي قدام حضراتكم الورد ده، ووريك ازاي بتعمل الشكل الجميل ده، وعاملين اللي هو المدور اللي تقدري تحشيه وتديه من فوق كراميل من فوق اهو، وعاملين للشكل اللي قدام حضراتكم اللي هو الوردة ده، وهنشوف ازاي بنقدر ان احنا نقطعه ونطلع الشكل اللي قدام حضراتكم ده بالظبط. طيب اول حاجة طبعا هو في الدقيق، دقيق المخبوزات اللي احنا بنجيبه نص كيلو. احط اول حاجة عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية على النص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة مليانة هي، يعني لو جبنا مثلا معلقة زي ديت او الباكل 18 جرام اللي يبقى موجود تقدر انت تستخدميه اهو. بص معلقه مليانه كده من الخميره الفوريه نقوم حاطينها هنا، وبعد كده هو بنبدا اللي احنا نعمل ايه بقى. اقوم واخد عندي شويه سكر صغيرين عشان ينشطوا لي موضوع التخمير، وبعد كده هو بنقوم واخدين عندنا شويه حليب صغيرين بس مش كتير، حوالي نص كوبايه، واقلب فيها وابدا اظبط عمليه التخمير لوحدها الاول. بعد كده بقوم رايح عندي على العجان ونبدا اللي احنا نعمل ايه. نقوم واخدين عندنا نص كيلو من الدقيق المخبوزات ونبدا نحطه عندنا في الحله. اشيل بس المضرب ده عشان نعرف نشتغل. اول حاجه نص كيلو من الدقيق المخبوزات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده عندنا ده انا بحب استخدمه جدا مع الخميره، البيكنج باودر. بحط عندي نص معلقه صغيره بس زي محسن بالظبط، يعني انا باخده زي نظام المحاسب بالظبط كده للدوناتس نفسه. بعد كده عندنا واحد عدد بيضه نقوم حاطينها برده، فبقول لك العجينه بتاعت الدوناتس بتبقى مخدومه حلو جدا. حاجه بسيطه جدا الملح مش هنحطه في الاخر، احط اسف في الاخر خالص اللي هو اقل من ربع المعلقه ملح. طيب الخميره برده نفس الكلام اهيت، يا ريت بقى تسيبيها مش اقل من نص ساعة ولا حاجة، تكون مغطيها كويس جدا وتسيبيها تتفاعل، ودي تديك نتيجة أفضل وأفضل للمخبوزات عندك. نحط عندنا الخميرة اهيت، عشان كده لما اجي اعمل الحليب بسيب عندي شوية اعجن بيهم وشوية تانيين بس احطهم على الخميرة. بلاش اكتر الحليب مع الخميره مع السكر عشان انا عايز استخدمه كله، فاهم ازاي؟ عشان بيبقى فيه الخميره، فبلاش احط عندي بس ربع كوبايه او نص كوبايه والباقي اسيبه اعجن بيه. ننزل ونشغل، هيبقى ناقص عندنا ايه؟ بعد ما تاخد كفايتها خالص من السوائل نبدا نضيف الزبده والملح، دول اخر حاجه. نشغل حتى لو احنا بصينا هنا على العجين هتلاقي بدات العجينه اهي قدام حضراتكم محتاجه طبعا سوائل، فممكن اديها حاجه بسيطه جدا من الحليب مش كتير طبعا، عشان كده قلت لك ما تكتريش حليب في الاول مع الخميره عشان النقطه دي بالذات من العجينه ما تفتحش منك. حط شويه كمان صغيرين
واول ما الاقيها خلاص خدت كفايتها تماما من الحليب او من السوائل ببدا اضيف عندي الزبده والملح. الزبده طبعا بجيب معلقه وبضيفها قطعه قطعه كده وهي شغاله على السرعه ديت، الزبده تكون طريه زي ما انت شايفه. وبعد كده بقوم واخد عندي اقل من ربع معلقه كده من الملح صغيره، نقوم موزعينها كده على العجينه زي الفل، واسيبها بقى براحتها خالص على السرعه دي، لعلي ولا اقلل زي ما هي كده لحد ما العجينه تبدا تتكون عندي وتتظبط معايا. زيت عندي في الدوناتس لازم يكون مظبوط، لا يبقى سخن قوي ولا بارد عشان الحاجة تطلع معايا مظبوطة. احط عندي نص لتر هنا ونص لتر هنا عشان نعمل كمية حلوة، ونشوف لو حاجة اتخمرت نجيبها ونسويها، لان ده معمول قبل الهواء فبالتالي انا مخمره عشان يلحق اللي احنا نسوي على طول، لان من ضمن عوامل نجاح الدوناتس هو التخمير، التخمير يكون صح الصح زي ما حضرتك كده شايفة وحطينه على ورقة زبدة. تعالوا ناخد عندنا الراوند اللي هو الوردة ده، بنشيلها بالراحة خالص زي ما حضرتك كده شايفة، ونبدأ ننزل عندنا في الزيت. ثلاثة بثلاثة الزيت كده تمام، ومش محتاج يسخن أكتر من كده وهيظبط معايا الدنيا دلوقتي. حط التلاتة برضو هنا في الطاسة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وبلاش نسخن اكتر من كده، هو طبعا ما بياخدش وقت معايا، يا دوبك دقيقتين ودقيقتين. بص العجينة ايه رأيك، عجينة هيت ملمس بتاعها رائع، بس لسه ما اتخدمتش، انا ما ينفعش اشيلها دلوقتي كده، بقوم منزل لانها لمت على المضرب الكف، فاقوم منزلها كده ونعلي السرعه شويه بقى. نبص هنا، تعالوا نقلب. اهو عشان تاخد اللون المظبوط. تطلع معايا الشكل اهوت الايه الورده، وهقول لك ازاي تطلع الشكل الجميل ده هوت مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أستاذة منى السلام عليكم. ازي أستاذ محمد؟ ازي حضرتك يا أستاذة منى؟ ازيك يا أستاذ محمد؟ ازي حضرتك كله تمام؟ الله يخليك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. الحمد لله تمام، يا رب دايما. الحمد لله بخير، الله يحفظك. كنت عايزة أسأل على طريقة طريقة ايه؟ كيك؟ طريقة طريقة حاضر الصغير. عينيا عينيا، سهلة سهلة، حاضر عينيا الاثنين. هو زي ما قلت قبل كده عشان ما بقاش بغير كلامي، وما فيش طرق اقتصادية، ما فيش اكل اقتصادي، كل دلوقتي الاكل بيتكلف، لو جبت مجرد ما بتجيب البيض والسكر والدقيق والحاجة ديت، فبالتالي احنا مش بنعمل حاجة اقتصادية، نعمل حاجة تكلفتها قليلة، نعمل حاجة تكلفتها قليلة. فان شاء الله هقولها لك حاضر من عينيا الاثنين ونشرحها لك بالتفصيل. نطلع الباشا ده كده ونحطه هنا على ورق زبدة. تمام اهو. بص على العجينه طالما اتحررت كده من مضرب الكف يبقى خلاص بدات تخدم معايا قدام حضرتك كده، والعجان يكون ناشف، الحله نفسها ما تبقاش فيها عجينه، ما تبقاش فيها اي حاجه، فبالتالي كده العجينه بتاعتي سهله وبسيطه. هقفل كده العجينه بتاعتي. بص الملمس نفسه بتاع العجينه عامل ازاي، زي العسل ما شاء الله. نقوم واخدينها كده نخبط كده ونلم بايديا. بص دي بتلم اهي، تخبطي كده
وتلمي، وبعد كده بنقوم واخدينها كده اهو عاملينها كده بايدينا. لا لا لا، ولا بنحط بقى دقيق ولا اي حاجه من دي خالص، يعني خلي بالك برضو كتر الدقيق في الدونتس مش حلو، بينشف اللقمه، فبلاش نحط دقيق. خلي بالك العجينه فيها زبده وفيها كل حاجه، فمش هتلزق في بوله ولا حاجه. نقوم حاطينها كده ونقوم قافلين عليها كويس جدا باي فوطه طبعا، ونسيبها تتخمر كويس جدا عشان نبدا ان احنا نشكلها مع بعض. قبل ما هطلع فاصل بقى هعلق على الكريمه البيستري بتاعتنا ونشوف ازاي هنقدر ان احنا نعملها مع بعض. دي اللي هي الريدي ميكس يا جماعه الجاهزه، مش الكاسترد، ماشي؟ نفس العجان هحط عندي 400 جرام على لتر من الحليب، 400 جرام اهي. طبعا انا عامل الحشو كله للحلقه، فانا عامل كميه كبيره على لتر من الحليب. وبعد كده عمنا نقوم حاطين عندنا مضرب. قبل ما احط بقى ده اقلب الاول كده عشان لو في اي حاجه في الحله من تحت ما تبقاش لازقه. وناخد الاستاذه هدى. السلام عليكم. الحمد لله، بركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه هدى، عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، اتفضلي يا ستي. كل سامعك. طالبه من حضرتك الحواوشي الاسكندراني بحمل حاجه جايز. من عينيا الاتنين، حاضر. حاجه تاني؟ شكرا شكرا شكرا، مع السلامه يا ست هدى. تعالوا بقى نحط عندنا الدوناتس التاني اللي هو الشكل الجميل ده هوت. كده ممكن ده ياخد ايه اربعة بس، زوديش عن كده عشان هو اصلا كمان بينفش شوية، فتخلي بالك من الموضوع ده. دي الكريمة بتاعتنا، نبدأ ان احنا نخفقها كويس جدا عشان تبقى جاهزة معانا. ودي هتاخد اللون الذهبي دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش التاني، وبعد كده نبدأ نطلعها. والسيجمنت اللي جاي ان شاء الله هنبدأ نوريكم ازاي تشكلي العجينة، نطلعها مدورة او نطلعها بشكل الوردة او نطلع شكل الكلاسيك بتاعها، ده ان شاء الله نشوفه ولكن بعد الفصل. اهلا بيكم، ورجعنا تاني بعد الفاصل. نبدا نطلع عندنا الدوناتس قدام حضراتكم اهوت، نقلب على الوش التاني. تمام، عشان يبدا اللي هو يستوي معايا كويس جدا وياخد عندنا اللون الذهبي من الجنبين الاتنين. الزيت ما يبقاش عالي قوي عشان اللقمه يعني تستوي براحتها وتطلع مظبوطه ان شاء الله. فعنينا كل شويه نروح عندنا ونشوف الموضوع ماشي ازاي. دي الكريمه اللي قدام حضراتكم، هي الحشو بقى اللي احشي بيها كل اشيائي اهي. تمام كده اهوت، نقوم حاطينها كده في جنب ونقوم واخدين عندنا العجينه اللي احنا مريحينها، نشيل منها الاسترتش بتاعتنا اهيت، وبعد كده نقوم مدينها واحده بوكس كده في النص اهيت عشان ايه نبدا ان احنا نريحها. ونشيلها زي ما قلت لك، ما فيش دقيق، كتر الدقيق في الدوناتس بيخليه ينشف معاكي جوه الزيت. نطلع كده بالراحه بقى على العجينه بتاعتنا. نطلع العجينه، بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنا على الباشا ده ايه الاخبار.
ونقلب هنا ونقلب دي برضو هنا. هذا اهو يا جماعه اهو خط الابيض الجميل اللي احنا بنتكلم عليه، وده بيجي عن طريق الفرده المظبوطه، تبقى ما تبقاش رفيعه قوي، تبقى السمك بتاعها تخين شويه عشان لما نيجي نسوي وتخمر يطلع لي الخط الابيض، وده بيدل ان التخمير بتاعها مظبوط ومفروده مظبوط ومتقطعه مظبوط. تمام، يبقى الخط الابيض ده بيجي من طريقتين، من حاجتين او من ثلاث حاجات، الفرده تبقى مظبوطه، السمك بتاعها يبقى تخين شويه ما يبقاش رفيع، والتخمير يبقى صح الصح، ده اهم حاجه عشان لما نيجي نحطها تطلع معايا بالخط الابيض اللي قدام حضراتكم ده بالظبط اللي انتم شايفينه. بسم الله نطلع. عشان كده بحطها على ورق الزبده الاول. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه هنا. هي العجينة بتاعتنا هنا، انا هشرب بالعجينة اللي احنا عاملينها على الهواء. نسيب دي دلوقتي، ناخد العجينة اللي احنا عاملينها على الهواء، ارتاحت وتمام التمام وهتشتغل معايا على فكرة زي الفل ان شاء الله. شوية دقيقة شباب بس صغيرين اهو. ان العجينه ما تبقاش مفتوحه قوي عشان تبقى مظبوطه معانا وزي الفل ان شاء الله. شويه دقيق صغيرين. طب مشروع ما تقول لنا يا جماعه، هي شروق فين؟ اه تمام ماشي. طيب مش هبعد شوية يا حمدي معلش هنا عن الزيت. يلا يا باشا تمام. ده السمك اهو يا حمدي اللي احنا عاملينه، ما تبقاش رفيعة زي ما اتفقنا، الفردة لازم تروح يمين وشمال كده تظبط معانا الدنيا اهي. استاذه ندى، الو، لا مدام ناديه، ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ ازي حضرتك استر، كل عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله بخير والله، مبسوطه اني بكلم حضرتك. الله يخليك ويبارك. حضرتك ازيك؟ كله تمام الحمد لله بخير والله الحمد لله. الله محمد ابني بيحبك جدا، سلمي عليه كتير والله. بيسلم عليك. الله يسلم حضرتك. تسلم. بقول لحضرتك كنت عايزه وصفه البسكوت بتاع العيد بس بالكيس مش بالمكنه. اه بسكوت الكيس. حاضر، بسكوت الكيس. شكرا يا فندم. آه نعم. الله يخليك، انا هشرحه لحضرتك دلوقتي. بسكوت الكيس هنتكلم في نص كيلو زبده، نص كيلو من الزبده الطريه درجه حراره الغرفه، 200 جرام من السكر البودر، بنحطه الاثنين مع بعض ونضربهم ونسيبهم براحتهم خالص، سواء في العجان لو عندك عجان زي ده بمضرب كف، او تضربيه بمضرب بيض بس الزبده تكون طريه عشان المضرب ما يحصلوش مشكله، وتعلي السرعه خالص لحد ما الزبده دي والسكر يتكونوا عندك ويعملوا فوم حلو كده ابيض او لونه اوف وايت. بعد كده بنبدا ان احنا نحط كام بيضه، 3 عدد بيض واحده واحده، باكل من الفانيليا، ممكن نحط معاها بش برتقانه، نجيب المبشره على اللي هي الناعمه الجزء الناعم ونحط معاها بش برتقانه، عشان البش لازم تاكد ان هو ناعم جدا عشان ما يمسكش في الكيس او يبقى في مشكله في الكيس. بيتحط قد ايه على نص كيلو زبده؟ 700 جرام بالظبط من الدقيق، 3/4 باكو من البيكنج باودر، وتقلبيهم مع بعض وتقومي حطاهم على الزبده وتنخليهم على الزبده والسكر البودر والبيض والفانيليا، وبعد كده بتبداي ان انت تضربيهم بايدك. تقومي حطاهم في كيس ومقطعه ومسويها على درجه حراره 190، تطلع معاكي حاجه زي الفل ان شاء الله. بصي ده السمك المحترم والمناسب جدا للدوناتس، تمام؟ ما ترفعيش عن كده عشان الحاجه تطلع مظبوطه. ماشي؟ نقوم مقطعين اهو.
ماشي يا صاحبي اهو. الاخبار هنا ممكن تجيب لنا واحده كمان؟ شكرا زي الفل. نقوم شايلين دي كده ماشي، ونلم بالراحه كده اهو، ما نضغطش على العجينه جامد، لا 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 بالراحه خالص اهيت ماشي، واسيبها كده في جنب ونرجع لها تاني وافردها واشتغل بيها. ده الصح اهوت، وده الحاجه اللي متخمره اللي معموله صح ان شاء الله، واوريها لك. تعالى نقلب ديت يا مدام نعمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ محمد؟ زي حضرتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الله يديك الصحه يا رب. تسلمي، احنا بنحبك قوي والله. ربنا يخليك يا ست نعمه يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. ممكن اسال على طريقه القرص الطريه اللي هي بتتعمل بالزبادي لما بتيجي تقعد يعني بره الثلاجه شويه؟ مش بتعفن؟ لما بتسيب ايه يا فندم؟ بتبقى ما بتعفنش يعني، في نوع قرص بعملها واسيبها بره الثلاجه شويه بلاقيها يومين كده وتعفن. لا لا لا، وفي نوع قرص ما بتعفنش. لا عمرها ما تعفن منك ابدا. تعفن ديت لو انت في حاله واحده حضرتك خدتها وهي سخنه حطيتها على بعضها فبتنشط فيها البكتيريا، لكن طالما انت مهويها صح وشلتيها مظبوط بعد ما تبرد عمرها ما تعفن منك. التعفين ده بيجي عن طريق الحاجه بتبقى سخنه وبتتحط على بعضها بس. تعالوا بقى بص بقى الطريقه ديت، تقومي حطها هنا، حاطه دي في النص كده وتعملي علامه كده هنا اهو، وبعد كده تقومي ماسكه السكينه وعامله كده كده اهو عشان نطلع شكل الايه الورده كده كده، ودي كام على اتنين كده ماشي، ونقوم شايلينها وحاطينها على ورق الزبده اللي قدامك كده بالشكل ده اهوت عشان تطلع معايا مظبوطه وزي الفل ان شاء الله. طلع بس من الزيت الحاجات ديت عشان ايه نقدر احنا نعمل لها الفينش بتاعها. نعمل واحده كمان يا حمدي. بص يا باشا اهي كده، انت واخد بالك من السمك؟ سمك العجينه لازم يكون كده. ما ينفعش تبقى رفيعه، الرفيعه ديت هنطلع حاجه مش حلوه خالص ومش دوناتس، هنطلع عيش. لكن لو العجينه بتكون بالسمك اللي قدام حضرتك ده فتلاحظي النص كيلو ممكن يطلع لك قد ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ممكن من دي نطلع كمان حوالي 5، فهنطلع حوالي 15 لقمه دوناتس. حلو جدا. ماشي؟ نقوم حطينا كده اهيت. ودي من النص بالظبط، وبعدين نقوم شايلين وبالراحه خالص على بص على ورق الزبده عامله ازاي اهو، من غير ما نحط دقيق كتير. الدقيق كتير اول حاجه يبوظ الزيت، يخلي الزيت فيه دقيق كتير ويبوظه، وفي نفس الوقت الدوناتس بتاعها الدوناتس ما يبقاش طالع لونه ذهبي من فوق. طبعا بعد ما نقطعه كده اهوت لازم نسيبه يخمر لمده لا تقل عن نص ساعة في الحر ده، نص ساعة ماشي. طيب انا ممكن اعمل سادة؟ اه طبعا اهو اتفضل كده كده يا باشا، ممكن نعمل سادة بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طيب ما نيجي نعمل بقى اللي هو الشكل الكلاسيك بتاعنا العادي الجميل كده في النص. بص دي هوب نشيل دي اهي، دي مش شايلين. ايه يا حبيبي؟ ايه يا باشا؟ ما هي لو ده اصلا ده شكل اصلا اللي هو الشكل الكلاسيك بتاع الدونس اصلا، هو ده بس اه ده كده. تقوم حطاه بالشكل ده كده، يبقى هو الثلاث اشكال بنسيبهم عندنا يتخمروا. طيب العجينه بقى البواقي دي بنقوم واخدينها كده اهي، لو سبتها كمان دقيقتين اتنين هتلاقي مرتاحه معاك اكتر تشتغلي. اهو
بالظبط كده اهو السمك بتاعها. اوعي خليها رفيعه، ما تخليهاش رفيعه، رفيعه عشان كده كتير قوي الناس بيبوظ منها الدونتس بسبب كده. كده اهو وناخد ام حبيبه معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ ازيك يا ام حبيبه، ايه الاخبار؟ الحمد لله، صحتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله رب العالمين. والله انا مبسوطه قوي ان انا كلمتك. ربنا يخليك يا ام حبيبه والله، الله يحفظك. انت عامل ايه؟ بخير والله في نعمه. بقول لك ايه، كيكه عندي بتهبط على طول. على ايه؟ الكيكه على طول بتهبط. تهبط من الفرن. لا ده حوار فرن ده، اللي انت اللي بتقعد تهبط كده. لا على طول بعملها. ايوه بتهبط مني كده وهي بتطلع حلوه. الفرن عندك حلو؟ الفرن عندك حلو؟ ايوه. اه يعني درجه حرارته مظبوطه وتمام التمام. أيوة. وبتشغلي أيوة الفرن مظبوطه. ايوه بعملها انا على طول بتطلع كويسه، بس جت مره كده بتهبط معايا بقى على طول. ما بتهبط معاكي ديت يبقى ناقصه سوا. ما هي طبعا ماشي بقى تتحرق مني برضو. ما يبقى توطي الفرن. بص معاكي واحده واحده اهو، طالما بتهبط منك يبقى دي ناقصه سوا، فبالتالي الجزء اللي فوق بيستوي، فبتيجي تطلعيها بتلاقيها هبطت من النص. يبقى أيوه. لازم تسيبيها طب انت بتخافي اصل بتاخدي لون. ايوه طب توطي الفرن، موضوع سهل جدا. ما انا احط فيها الشوكه اعرف ان هي طابت، اروح مطلعها خليها تهلقها. اصبري، ما هو موضوع الشوكه ده يا ست ام حبيبه، الشوكه ديت ما هو ممكن تكون هي اللي بتهبط لك اصلا الكيكه، لان انت لو أيوه. حطيتي اي شوكه او اي خله حطيتيها في الكيكه وهي في الفرن وهي ما استوتش هتهبط منك الكيكه والله. فلازم حضرتك يعني لازم تتاكدي ان الكيكه بتاعتك استوت. من طريق ايه؟ بتهزي الصاج كده بالراحه ها، وتشوفي الكيكه لو عملت ايه تمويجه كده يبقى لسه ما استوتش، لو ماسكه نفسها يبقى تعملي التست بتاع الايه الشوكه او الخله. ايوه بس شكرا يا ام حبيبه. شكرا. انت معلش يا ام حبيبه خليكي معايا عشان الموضوع ده ده في ناس كتير بتقع فيه كتير قوي. انا دلوقتي الكيكه بتاعتي طريه لسه، لما اجي احط هي كلها هواء مضغوطه، ما الهواء ده هو اللي هو اصلا الكيكه نفسها معتمده على الهواء اللي بيخش جواها من البيكنج باودر والبيض، هم دول الاعمده الرئيسيه اللي بيعلوا اي كيكه. فانا لما احط شوكه وهي طريه واقوم شايلها واقول الله ده لسه طريه ما استوتش، خلاص هي هبطت، كل سنه وانت طيبه، ما بقتش كيكه ده بقى عيش. فركزي كويس قوي، ولو لقيت الفرن عندك، لان انا ساعات ممكن اقول 170، ممكن الفرن عندك يبقى درجه حراره 170 دي عاليه قوي، انت تهدي الفرن عندك لحد ما تبدا ليها تستوي معاكي وتهز الفصاج كده، لو لقيتيه مظبوط يبقى خلاص. خلينا ناخد فاصل. بص يا حمدي دي اللي انا طلعتها تزياده اهي اهي يا باشا، تشتغل معاك زي السكينه في الحلاوه اهو. ايه ده وده هيترمي؟ لا طبعا ما بيترميش بالراحه برضه خالص كده. هنعجن بقى كده وبتاع، كل سنه طيب، ما بقتش هنبوظ العجينه بتاعتنا. هسيبها كده بالراحه خالص وناخد عندنا الكام وحده دول اهم ونبدا برضه ان انا اخمرهم وبالراحه خالص يتخمروا معايا في اي مكان يكون دافي عشان نطلع حوالي 15 لقمه من نص كيلو من الدقيق. يلا فاصل وبعد كده نبدا ان شاء الله نبدا نحشي حشواتنا بقى بالمانجا وبالشوكولاته وبالحاجات الجميله دي بعد الفاصل. بص بنعمل ايه دلوقتي يا حمدي؟ باخد الوش بتاع الدوناتس ونبدا ان انا ايه؟ نحطه كده هنا فين؟ في الشوكولاته البيضه بالراحه خالص كده. ونقوم شايلينها وهوب نقوم قلبينها على طول تطلع عندي اهيت شكلها حلو جدا، بنقوم واخدينها كده ونقوم حاطينها كده. نعمل واحده كمان؟ نعمل واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا. بسم الله. كده.
مستويه تماما اهيت. نقوم واخدينها كده في الشوكولاته البيضة هوب، نقوم واخدينها كده وايه وقلبينها على الوش ده وعاملينها كده. طيب ناخد عندنا كريمه البيستري بتاعتنا اللي احنا خفقناها. بص عامله ازاي يا باشا، جميله جميله ما شاء الله. المقادير بتاعتها بالظبط هي 400 جرام على لتر من الحليب كده. اديها مانجا، واحلى مانجا موجوده دلوقتي في السوق هي المانجا السكري. هي يعني انا جبتها بقالها فتره كده بصراحه، بجيبها زي العسل ما شاء الله. والاملاح بتاعتها حتى بتبقى خفيفه شويه عن لان الصديق او الفونس والعويس لسه يعني يمكن بقى في اماكن واماكن يعني، بس كده انا لحد دلوقتي انا بقول لك السكري هي اللي جميله قوي. حتى دي سكري اللي انا بشتغل بيها دلوقتي ديت. وقلنا قبل كده احلى مانجا بحب اقطع بيها واشتغل بيها هي التيمور، بحبها جدا جدا في الشغل، تطلع معايا حلوه جدا. ده المانجا شكلها شيك جدا، بتقوم واخداها كده، واخده بقى الكفر ده حطها هنا كده كده اهو. مساء الدلع، دلع السنين يعني. سلام بقى الأستاذة مهاب بقى، تجيب لنا الشوكولاتة الميلك، اديها كده ريجة كده من فوق. يبقى ده اللي هي أول واحدة. زي ما قلت لك ممكن نحشيها من فوق من جوه، اسف ممكن نحشيها حشو من فوق، او ممكن تفتحيها ساندوتش. ممكن نحينا شروب بالظبط، او ممكن ان انا افتحها ساندوتش زي ديت ونشتغل حشو زي ده بالمانجا. طيب عندنا حاجه تانية ممكن نعملها بالفراوله، ازاي؟ تعالوا يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم، افتح دي الورده انا اجيب دي هنا كده. انا ما جبنا الشوكولاته بنسيحها بس ها كده. دي هعمل بالفراوله، نفتح اربعه كده. أنا تمام يا صاحبي، أنا تمام. لا أنا تمام. يا حبيبي تعالى يا باشا بقى، إيه نقوم جايبين عندنا الكريمة ونحشي ونديها فراولة. إيه ده؟ ست مسمر، السلام عليكم. إزيك يا مسمر؟ ازاي حضرتك عامل ايه فيه؟ ازاي صحتك كله تمام؟ والله الحمد لله رب العالمين. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يفتح ما بين ايديك، ايه الحاجات الجميله دي؟ اللهم اتفضلي والله يا ست الكل. الله يبارك لك ويصلح حالك. الله يخليك ويبارك في حضرتك. ما بين ايديك يا رب. الله يخليك يا ست الكل، الله يحفظك. والله انا محتاجه منك بس عجينه الحواوشي والخلطه بتاعتها. عجينه الحواوشي والخلطه بتاعت الحواوشي، عينيا. ايوه. عينيا أيوة. عينيا، حاضر. ده انت تأمري يا ست الكل، حاضر. هنا عندنا بقى في القناه ايه الشيفات التحضيرين المحترمين كده، ايه شايلين شويه فراوله حلوين كده في الفريزر، فبنطلعهم ماشي، بنخزن احنا بقى كتير بقناه طبخ وبتاع، فبنخزن منها، فبنطلع مثلا منها لو عندنا حاجه زي كده كحشو. تمام اهو، اقطعها عندي مكعبات صغيره زي دي. نقوم واخدين عندنا المعلقه، اوبا جنشت دي كده، جنشت يا استاذه كده فراوله اهي.
عامله زي اللي المربى كده بس جميله. اه ده بتبقى طعمها حلو قوي مع الكريمه، مع الكريمه بقى وبتاع بتبقى طعمها حلو قوي. تعالوا بقى نشوف عندنا من ايه. هطلع كده وقت الحشو كده واظبطه زي الفل يا باشا زي الفل. بجيب عندي مصفى، هم واخدين عندنا شويه سكر بودر. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بس الكفر هنا يا حمدي عشان اعمل لك حاجه حلوه قوي دلوقتي شكلها حلو. سكر بودر يا باشا كده اهوت، عشان لو مفيش شوكولاته عندك تقوم واخداها كده تقوم حطاها هنا اهو. بصي شكلها حلو قوي ومغريه جدا اهو. بسم الله. طيب في النص بقى كده نقوم عاملين ايه؟ ورديه كده صغيره او نقول عليها روزيتا صغيره كده اهو. ينزل يا وحش. وبعد كده نقوم جايبينها فلولايه كده صغنونه. جميلة اهو. عايزة ايه بقى نادين؟ عايزة ايه بقى واحدة ايه؟ حاضر عينيا الاتنين. هنعمل واحدة سكر وقرفة عشان ايه الأستاذة نادين طالبة مننا سكر وقرفة. طيب تعالوا بقى نبص على الخلطة، الخطأ اللي حصل هنا، لأن ساعات بيحصل برضو مع ناس كتير، وهي الشوكولاتة عملت تحس ان هي بقت قلبت جناش. ايه اللي حصل في ديت؟ انا من غير ما اشوفها كده دي واخده خدت حراره زياده، او خدت او الميكرويف مثلا المفروض بتاخد 15 ثانيه في 15 ثانيه، دي سخن جدا اهيت قدامي كهيت انا ماسكها. فبص تحس ان هي عملت ايه؟ جناش، ما بتترميش لا خالص ولا الهواء. لا حلين اتنين، اول حل ان انا اخدها ان انا اخدها واحط عليها شويه زيت صغيرين، ده اول حل. الله يخليك يا باشا. شوية زيت صغيرين اهو ونشوفها، نعمل كده نقلب ونبص لقيناها فكت اهلا وسهلا. ما فكتش قلبها جناش على طول. حط شوية كريمة على النار وحطهم عليها وتقلب عندي صوص جناش. قلبت بص عملت ازاي يا باشا؟ ساحت اهيت وفكت وبقت زي الفل. تقدري كمان تاخديها وتصفيها. يعني مثلا لو هي فيها تخريزة بقى ولا حاجة من السخونة بتاعتها ممكن تاخديها وتصفيها، لأن الخطأ ده ساعات بنقع فيه كتير قوي. اهي ساحت هيت وبقت زي الفل. نقطة الزيت بس حاجة بسيطة مش كتير طبعا من الزيت. فبالتالي بص عملت ازاي. لو عايزة تاخديها زي ما قلت لك وهتلعبي بيها بكورنية هتلعبي بيها حاجات تانية، يبقى ما ينفعش، لازم تصفيها عشان السخونة عملت فيها تخريزة بسيطة جدا. فبمصفى زي دي تقدري ان انت تصفيها. يعني حاجات كلها بتبقى اخطاء من ساعات بنوع فيها خصوصا في الحلويات، وبيتخضوا بقى وايه ده كده هتبوظ. لا مفيش حاجه بتبوظ خالص، بتقدري انت تعالجيها يعني. اهو كده اهو كل حاجه بتبقى ليها حل. لكن الحاجه الوحيده اللي ما بلاقهاش حل اللي هي حاجه تكرف، دي بقى انا ما بلاقهاش حل. يعني انا كمحمد وكشاف انا ما بلاقهاش حل. مثلا لبن حليب عندي في تلف مش عارف من ريحه الفسيخ او الرنجه، حله ايه؟ ما في لا في حاجات، في حاجات بتبقى ما بتبقاش ليها اي حل خالص يعني. تعالوا نحقن، ناخد دي من غير ما نفتح ساندوتش نحقن. نجيب اربعه بسم الله الرحمن الرحيم اهم. اقوم واخد برضه عندي كريمه كريمة ما شاء الله جميلة جميلة، أنا بحبها جدا وفي الحشوات بتبقى خطيرة. فالعجينة بتبقى مخدومة صح بتبقى الشغل صح كده. احقن كده من كل حتة نديله يا باشا. من شمال كده هاد ما تتظبط اهو.
هي بتفرقع خلاص، هي فاضي. ده بص بص عامله ازاي، انا لو ضغطت عليها، لو ضغطت عليها مش هتلاقيها خلاص يعني. بص بس تعالوا نعمل عندنا شويه ايه، كريم شوكولاته ميلك مع شوكولاته بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ست منى السلام عليكم. يا مدام منى. الو السلام عليكم. ازيك يا مدام منى؟ ازيك يا شيف عامل ايه؟ معلش والنبي الكهرباء هيتقطع، عيد العجينه والنبي. عينيا الاثنين. حاضر عينيا والله حاضر. حاضر عيد لحضرتك العجينه من عينيا. حاجه تاني؟ ماشي يا مدام منى، مع السلامه. وهكذا بقى طول ما انا شغال وعندي في دوناتس كتير هنبدا نشتغل فيه. لو لو يبقى كتر الف خيركم لو جبتولي الوك في الزيت، صفولي الزيت كويس وتجيبولي شويه زيت عشان عايز اقلي اللي احنا عاملينه على الهوا. اهو بص عامل ازاي حمدي. سلام بقى، بقول لك تسيبه يتخمر صح يطلع معاك مظبوط. بص عماله يخمر ازاي، سايبه براحته خالص. خمرت حاجه بقى تطلع لك بالخط الابيض والشغل العالي. اهم حاجه السمك بتاعها يبقى مظبوط وزي الفل. انا تكييف هنا خلي بالك عالي. تكييف هنا عالي. تعال ناخد فاصل صغير وبعد الفاصل نبدا نعمل لكم حاجات تانية في بسكر وبقرفه، ده هيعجبكم جدا ان شاء الله. نشوف ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل دلوقتي الكيوي بقسمها مش هحشيها، ولكن هقسمها على اتنين وده عادي جدا برضو سهله تاكل كده لوحدها. يعني اللقمه نفسها تقسم على اتنين. قسمتها كده واقوم اعمل لها كده سور. حلو الكلام. واعمل لي سور كده ونعمل لي سور. بعد كده بقوم واخد عندي شويه كيوي حطيتهم هنا في النص. جبت سمرتين اتنين بس قدام حضرتك واقوم حاطينها. ممكن تشتغل معايا كده ماشي. ممكن ادلعها عن طريق اجيب عندي صوص كراميل الاخضر هنا شغال اهو. دلعت ايه؟ دلع السنين. هجيب عندنا الصواني بتاعت كيتشينوفا الشياكه ديت، نقوم واخدينها وحاطين فيها الاربع قطع دول هنا.
ونقدمها كده بالشكل ده. هنعمل عندنا برضو بالسكر والقرفه اللي انا ممكن اعملهم، اللي انا احشيها. وقبل ما احشيها بقوم واخد شوكولاته. طبعا السكر والقرفه اول ما تطلع من الزيت لازم تاخد سكر وقرفه، او بعد ما تبرد اديها شوكولاته. دي برضو تبقى ايه، دي كستر بقى، سكر وقرفه اهي، وبتطلع عندك بالشكل ده. ونقوم واخدين دي ونقوم حاطين كده دي بالنص هنا كده، هوب، ونحشي. ماشي، وتعالى ايه نقوم مدينا واحده ونص كده، اوريك المنظر من جوه. اهي بص بقى، سكر وقرفه دي مع كريمه، موضوع تاني خالص. دي واخدين دي كده اهي، دي ما خدتش دي، حسيت ليها خفيفه كده اهو. نقوم حاطين دي برضو، اعتقد ما اتحشتش يا حمديكا. اخد شويه كريمه، ما شاء الله، تمام التمام. ايه بقى الاخبار، الحاجه اللي احنا عملناها قدام حضراتكم اهيت. دي ده زيت قدامك اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب ايه، نجرب الراوند دي ونبص عليها بالراحه خالص. احنا بنشيلها كده اهو وننزل، ننزل بالراحه خالص. انا بقول لحضرتك حتى لو الحاجه ما خدتش وقتها، انا بحب الحاجه اللي اعجنها اخمرها، حتى والله لو ما في وقت احب اعمل كل حاجه. اوريك الحاجه اللي احنا عملناها، يعني كل العجينه دي اللي احنا عملناها على الهواء من اول ما عجنتها، وحتى الخميره والتريحه والفرده وكل حاجه. انا بحب الموضوع ده جدا، اشوف الانتاج اللي انا عملته، عشان برضو ابين لحضرتك ان احنا الحاجه بتطلع بسيطه جدا وسهله انك تقدري تعمليها في البيت. لو البرنامج بتاعنا بنتكلم في ساعه وربع، انت تقدري في ساعه وربع تخيل تعملي التشكيله دي كلها. اكيد مش هتعملي كل ده، ولكن هنعمل اللي في حسب امكانياتنا اللي موجوده عندنا في البيت، فاهمه؟ يعني لو بنص كيلو مثلا طالعه 15 لقمه، اي حاجه عندك بقى، اي فاكهه عندك، شوكولاته، كريمه. هي الكريمه طبعا لو ما عندكيش الكريمه ريدي ميكس الجاهزه بتاعتنا ديت، ممكن تعملي كاسترد تسيبيه يبرد وتحشي بيه، سهل يعني، فاهمه؟ واي مانجا عندك، مانجتين اتنين طلعيهم واشتغلي بيهم الاطفال، اي صوت من فوق عليها. احنا بنعمل التشكيل عشان احنا برنامج هوا، فلازم اديكي الفرايتي كامل، وانت بقى ايه تشوفي تختاري الشكل ده. انا هجرب النهارده اللي بالمانجا ده، هجرب اللي بالسكر قرفه، هنجرب اللي بالكيوي، اللي موجود عندك الامكانيات وحسب امكانيات حضرتك. دي لسه هي بتبدا تعلى 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 عشان تدي الخط الابيض التمام. وبعد كده تعالى تعالى اديها واحده كده يا حمدي اهي، مدوره برضو عشان اوريها لك. ودي الصواني بقى اللي احنا شغالين فيها النهارده، دي صواني كيتشنوفا. دي من الصواني الشياكه قوي على فكره، عندهم تشكيلات رهيبه من هذه الصواني المحترمه. في صواني بقى لونها فضي، في برجول، في من غير رجول، في لونها مط اللي هو الفضي المط اللي هو الاستانلستيل طبعا، لان كل ده استانلس بيور 18/10، كلها حاجات محترمه قوي. دي موجوده طبعا، موجوده في برايتز هاوس، هم الوكيل الحصري لكيتشنوفا. وطبعا زي ما انتم عارفين هي زي ما قلت لكم بقت ماركه وبقى براند دلوقتي، خلاص بقى صدر عندنا الماركة دي، بقت رقم واحد دلوقتي في مصر كتشكيلة لمنتجات كاملة كبيرة جدا، من صواني لحلل لحلل استانلس برضو، فكل حاجة تلاقيها موجودة عندهم إن شاء الله عن طريق الرقم اللي قدام حضرتك ده والكيو آر كود اللي قدامك ده. بص يا أستاذ حمدي، بدأت تطلع أهي، هوب، تقوم مديها قلبة، الله، أهو بص الحلاوة. بص يا باشا أهي، والله عمرها ما تطلع مكتومه منك خالص، تطلع معاك ان شاء الله مظبوطه. هنطلع دلوقتي الحاجه،
بص دي مدوره ديت، بص المدوره دي، بص بص الحلاوه، بص الله اكبر. ده عايز يتخمر كمان شويه. دي تمام، دي تمام جدا، دي استوت تماما. وريها لك اصلا المنظر بقى عامل ازاي. بص الحلاوه يا خال، الموضوع عامل ازاي، طالع ازاي، الله اكبر. طلع يا باشا، خفيفه جدا، خفيفه جدا. بص يا خال اهو قدام حضرتك، اهو اهو زي ما حضرتك كده شايفه اهي. اهي يا استاذ حمدي، دي الثالثه برضو اهيت اللي قدام حضرتك. تعرفي الخط الابيض ده السوى تمام والتخمير تمام وكل حاجه تحت السيطره. تمام يا باشا، بص اهي طلع اهي. نعم يا حمدي، ودي كانت حلقتنا النهارده من برنامج المطعم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، وان شاء الله يا رب الحلقه تنول اعجابكم. اشوفكم على خير، السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.